هنتكلم عندي عن التجربة الثالثة اللي هي في الكتاب رقم 5 اللي هي loading effect of electrical instrument on measurement accuracy. يعني ايه الكلام ده؟ انا عاوز اشوف تأثير الفولت لما احطه في السيركت عندي، ايه تأثيره؟ نسبة الايرور عندي بتزيد ولا بتقل؟ طيب ده شكل الدايرة عندي الاساسية اللي هي في سبلاي اللي بيغذي عندي المقاومة 10 كيلو اللي هي المقاومة بتاعتي هي 10 كيلو، وادي الار ان اللي هو المتغير بتاعي ولسه ما حطيتش الفولت، يبقى ده الجزء الاولاني عندي. طيب لو انا عاوز اشوف قرايه الفي 20 يبقى هعمل فولتج ديفايدر اللي هو الفي الفي 20 بتاعتي اللي هي تبقى هنا اللي انا كاتباها. الفي 20 عندي عشان اجيبها عباره عن فولتج ديفايدر، في 20 بتساوي ايه؟ الفي اس في الجزء اللي انا واقف عليه اللي هو الار ان على مجموعهم اللي هو ار 1 بلس ار ان، ده الفولتج ديفايدر، بس انا هنا لسه ما حطيتش ايه؟ الفولت. طيب الفولت طبيعي هوصله هنا عندي، بشوف تأثير الفولت عندي، الفولت بتوصل دايما في الدايرة بارالل، يبقى هحط الفولت بتاعي بارالل مع الار ان. طيب لما اجي اطلع هنا في 2 برضو هعمل فولتج ديفايدر، بس الداخل عندي مين؟ فولت. يبقى في 2 اللي انا واقف عليها بتساوي ايه؟ الفي اس في الجزء اللي انا واقف عليه اللي هو الار ان بارالل مع الار في على مجموعهم اللي هو ار 1 بلس ار ان بارالل مع الار في. طيب لما اخلي الار في عندي اكبر من كتير من الار ان، يبقى بالتالي هيبقى عندي ايه؟ ليس ايرور، اللي انا عاوزه اخلي برسنتج ايرور دايما بتاعتي بتبقى اقل حاجه. طيب ده هعمله ازاي عندي؟ هيبقى عندي مديني جيفن الار ان ب 10 كيلو. طيب لما اجي هنا اشتغل عليه هوصل كده التجربه، ادي البوزيتيف بتاعي هنحطه عند نقطة احنا هنعملها ان هي ثابتة مش هنشتغل عليها بمتغير، يبقى احنا بنوصل تو نودز بس زي ما هنا الجزء الاولاني عندي. طب وبعد كده هيروح عند مين؟ عند الار ان في اي نقطة فيها، وما الار ان هيروح يقفل عندي الجزء بتاع السبلاي. طيب ومنه نفس النقطة الار واحد متوصلة بالار ان هتروح لبوستيف الفولت عندي. ويجي النقطة التانية بتاعتي، يبقى كده انا وصلت الدايرة بتاعتي. طيب وزي ما اتفقنا ان انا لازم اخلي الار ان بتاعتي كلها عند الماكسيم. طب اول حاجة بدهني given example ايه؟ اللي انا عاوزها عند 10 كيلو. عشان اجيب ال 10 كيلو دي ابص عندي فين المضروب في 10 كيلو؟ تحت اهو ده، يبقى انا هقول 10 كيلو في واحد يديني 10 كيلو، الباقي كل ده هخليه عند الزيرو كده. طيب يبقى انا كده لما اجيب قرايه ال 10 كيلو هقدر في نفس الوقت اخد القرايه بتاعتي بتاعت المين؟ بتاعت الالفا بتاعت الفولت. يبقى انا جبت الفا الفولت بتاعتي وعندي الفول سكيل اللي انا شغال عليه عند 10، والرينج بتاعي هنفرض هنا مثلا ان هو كان عند 50، هنعمل عادي كروس مالتيبليكيشن هيطلع عندي الفاليو بتاعتي او الريزنج اللي انا ايه بولير رينج في الالفا على الالفا ماكسيمم، تطلع لي كلمه الفاليو هاخدها في كل نقطه واحطها هنا اهو. يبقى انا بالتالي هنا اهو هيطلع معايا شكل الجراف بالمنظر ده، اللي انا كل ما اخلي الار في اكبر بكتير من الار ان نسبه الايرور عندي هلاقيها ايه؟ بتقل. ودي كده التجربه بتاعتي بتاع تاثير مين؟ الفولت. لسه هناخد تأثير الكارنت. طيب احنا شرحنا في الجزء اللي فات نفس التجربة بس شرحنا الفولت، المرة دي هنشرح الكارنت. طيب الكارنت عندي ده الشكل الأساسي بتاع الدايرة قبل ما احط مين؟ اشوف الأميتر تأثيره عندي ايه. طيب انا اشتغل هنا هعمل ايه؟ كارنت ديفايدر، هقول ان الـ IS عندي بتساوي ايه؟ بتساوي VS على مجموع الآرات اللي هو R1 بلس R2، اشتغل ايه؟ قانون أوم العادي. طيب بعد كده هنا اهو ايه اللي هعمله؟ هشوف تأثير الأميتر، الأميتر عندي بتوصل سيريز، لما أوصله سيريز عندي في الدايرة هقول إن الـ I بتساوي VS على مجموع المقاومات اللي عندي اللي هي R1 و RA و RN اللي أنا كاتباه عندي هنا. طيب المفروض بقى الـ RA دي تبقى كبيرة ولا تبقى صغيرة؟ المفروض عندي تبقى أقل حاجة بالنسبة لمين؟ لازم أقول عندي بالنسبة لـ R1 و RN، يبقى الـ RA لازم تبقى قليلة جدا بالنسبة لـ R1 و RN. يبقى بالتالي ما تبقى قليله قوي يبقى البرسنتج ايرور نسبه الخطا عندي بتاعه الاميتر هتبقى قليله، ودي اللي انا عاوزه اوصل لها. طيب
بعد كده المفروض بقى لما اجي هشتغل عندي عملي مديني القيمة عندي بتاعت ال RN اللي انا هغيرها، هشتغل مرة عند المية مرة عند الميتين حسب هيدوهوني جيفن عند الربعمية. طب فين الكلام اللي هشتغل عليه ده؟ هنا ده المنظر بتاعي. فين القيمة اللي هتديني بالمية؟ المضروب عندي في مية اللي هو ده، ده المضروب عندي في مية، يعني انا هوقف عندي عند واحد يبقى واحد في مية، والباقي ده عند الزيرو والزيرو يبقى ده القيمة اللي انا عاوزها. طيب هشتغل برضو عندي هنا على الجهاز ده الرينج بتاع مين؟ بتاع الدي سي اميتر، عشان احنا شغالين اميتر، هجيبه عند 2.5. وادي المقاومه المية اللي انا حطيتها، وادي السبلاي بتاعتي. طب هيتوصل كله سيريز، يبقى كله هيتوصل سيريز مع بعضه. هيبقى بالمنظر ده قدامي، كلها هي متوصله سيريز. انا مظبطه القيمه عند 100، مظبطه الرينج بتاعي عند 2.5، يبقى انا هنا المفروض عند 100 هقرا قرايه مين؟ هيجي لي الالفا بتاعه الاميتر. يبقى الفا الاميتر عندي لما هجيبها هنا وانا شغاله الفول سكيل عند 10، لكن الرينج بتاعي هيبقى عند كام المره دي؟ عند 2.5. يبقى بالتالي قرايه الريدنج هقدر اجيبها. طب وبعد ما اجيبها بقى في كل مره يبقى عندي 4 5 نقط، هحطهم هنا عندي واعوض تعويض مباشر عادي خالص، هيطلع الرسمة بتاعتي بالمنظر ده. شكراً.